إلى سنن الترمذي. إلى سنن الترمذي، ما زلنا في أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناقب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى، قال أبو حاتم الرازي: كان صدوقا أمينا، والنسائي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال الخطيب البغدادي كان ثقة. قال عن أو قال حدثنا معن، هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار أبو يحيى الأشجعي، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم هو معن. وقال الدرقني: أنه قال يقدم في الموطأ وهب والقعنبي ومعين، وأبو مصعب ثقة فيه. قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة القرشي التيمي، تجنب الحديث عنه يحيى بن سعيد القطان، وابن معين ضعفه وقال لا يكتب حديثه ليس بشيء. أبو زرع الرازي قال وهي الحديث، وأحمد قال منكر الحديث ليس بشيء، فاتفقوا على ضعف شيخ متروك. عن عمه إسحاق بن طلحة ابن عويد بن عثمان التيمي فيه جهالة، وعندنا علتان للحديث: إسحاق بن يحيى وعمه. عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، وعائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق، أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت عتيق الله من النار. قال: أنت عتيق الله من النار. ومن يوميا سمي عتيقا. وعامة هذه بشارة لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه. الحديث هذا فيه ضعف لعلتي الإسناد، ولكن المعنى صحيح، وقد يغني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما على أحد أن ينادى من أبواب الجنة الثمانية، قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت منه. وهذه بشارة بالجنة، وهناك التصريح في ذلك، النبي قال: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة. ولما اهتز حراء، وكان عليه النبي وأبو بكر وعمر والصحابة الكرام من المبشرين بالجنة، فقال: أثبت حراء، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. نعم، وهذه أيضا فيها التصريح بالبشارة بأنه في الجنة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإن كان عتيقا وسمي عتيقا بأن الله أعتقه من النار، فقد وردت الأدلة الكثيرة التي تثبت في وجوده في النار، بعتقه من النار ووجوده في الجنة، استغفر الله. وأن أبا بكر مشهود له بأنه في الجنة، وأن أبا بكر رضي الله عنه خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وراه بسندي عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. المصنف قال: هذا حديث حسن غريب. وأبو الجحاف اسمه داود ابن أبي عوف، ويروي عن سفيان الثوري، والحق أنه فيه كلام. وتليد أيضا رافضي ضعيف، فالحديث فيه أكثر من راوي فيه ضعف. قوله: هذا حديث حسن غريب، أخرجه الحاكم وصححه وأقره والحكيم في نوادره عن ابن عباس وغيره وابن عساكر وأبو يعلى وغيرهما عن أبي ذر بأسانيد ضعيفة في التفسير. بل حديث هذا فيه ضعف، لكن هذا يبين لك بأن وزير الحق للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وزير الحق للنبي صلى الله عليه وسلم عمر، فهما وزير الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الملائكة جعل له ميكائيل وأيضا جبريل وزير النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله له وزيرين
من الملائكة جبريل وميكائيل ووزيرين من الأرض أبو بكر وعمر، وهذا ليس على الله ببعيد لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم. دلت أولا على كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه جل في علاء وعظيم مكانته عنده، ودلت أيضا على فضيلة أبي بكر وعمر. يعدل بهما جبريل وميكائيل، ففيها دلالة واضحة جدا على عظيم فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعظيم فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الفوائد المستنبطة: الصحابة خير الأمة على الإطلاق، منهم من بشره الله بالجنة فصار عتيقا من النار، إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له وزير خير. وهنا شوف، جعل الله له جبريل وميكائيل من أهل السماء وأبا بكر وعمر من أهل الأرض، خير الخلق أجمعين. عظيم فضل أبي بكر وعمر، فعدل بهما ميكائيل وجبرائيل.